أبطال رابعة ابتدائي، أهلا بيكم. معادنا مع شرح مادة المهارات المهنية الجميلة الممتعة اللي بنتعلم منها حاجات كتيرة جدا في حياتنا. واتكلمنا المرة اللي فاتت ازاي النباتات، على نباتات الزينة وازاي نزرع النباتات دي. تعال نشوف، نتعرف أكتر على ازاي نزرع النباتات دي ونرعاها في البيت عندنا في أي مكان في البيت. طبعا مهم جدا إن احنا نرعى النباتات دي ونحافظ عليها. لازم نتأكد أول حاجة، عشان أول ما نزرع، قبل ما نزرع النبات لازم نعرف نوع النبات ده إيه. يا ترى النبات ده محتاج يتحط في ضوء أو في الظل، يتحط في الشمس أو في الظل. إيه نوع التربة المناسبة ليه عشان يكبر وينمو بصورة جيدة؟ كمية المية اللي أنا بحطها له قد إيه؟ فزي مثلا الصبارات دي بنرويها، الصبار بنرويه على فترات بعيدة جدا وبالرش زي ما انت شايف كده قدامك. ليه؟ لان هو مش بيحتاج ميه كتير. فلازم ندرس النبات ونقرا عنه ونعرفه هو بيتعامل ازاي. في ادوات مهمه لازم تبقى موجوده عندك عشان تقدر تزرع في البيت، زي مثلا اول حاجه عندنا القصيص اللي هي الاثريه يعني، ولازم يبقى فيه تربه، وكمان الكنكه بتاعت الري، يبقى قصيص وكنك الري، وكمان عندك مقص، مقص عشان تقص بيه الايه الفروع النباتات اللي هي لما تكبر، وطبعا جاروف عشان تعبي بيه القصيص او الاثريه عشان تحط فيه ايه الزرع بتاعك. دي ادوات اساسيه تقدر تستخدمها وانت في الزراعه. طيب عشان النبات ده يكبر طبعا محتاج ان هو يتغذى، محتاج عناصر غذائيه اساسيه، دي بياخدها من التربه اللي انت بتزرعه فيها. لكن مع مرور الوقت والنبات لما بيكبر ايه اللي بيحصل؟ الغذاء اللي في التربه بيقل. ليه؟ لان النبات بيكون استهلك كل الغذاء اللي موجود في التربه. فلازم نعمل ايه بقى عشان يفضل النبات متغذي؟ لازم نزود النباتات دي بالعناصر الضرورية. ليه بقى؟ عن طريق ايه؟ عن طريق السماد كده، اضافة السماد التربة زي ما انت شايف كده، او نحطها على المية اللي احنا بنسقيه بيها. وكمان لما النبات بيكبر بننقله من الاثرية او القصيص الصغير لحاجة أكبر عشان ياخد راحته ويقدر إن هو إيه ينمو بصورة كويسة. تمام؟ طيب إيه اللي يحصل لو إحنا ما ضفناش السماد بشكل منتظم للنبات المنزلية؟ طبعًا هيحصل إن هي إيه؟ هتدبل وتموت. كل واحد طبعًا يشوف النبات المناسب ليه ويزرعه على حسب احتياجه. تعال نشوف بقى إيه، نتعلم كده تطبيقيًا واحدة واحدة عمليًا إزاي نعمل الكلام ده. أول حاجة، في النباتات بتختلف في طرق التكاثر بتاعتها. يعني إيه طرق التكاثر؟ يعني أنا دلوقتي عندي زرعة في البيت، أزرع أخد منها إزاي عشان أزرع زرعة تاني زيها؟ يعني أنا مثلا زرع ريحان، الريحان ده فيه بذر من فوق بيطلع كده، أنا بزرع الريحان ده تاني، باخد البذر بعد ما يكبر شوية وينشف أروح واخده وأزرعه في حتة تانية يطلع معايا ريحان. طيب دي طريقة من طرق التكاثر. طيب يبقى هنا عندنا في تكاثر بالبذره، ان انت بتاخد بذره النبات وتزرعها. في كمان زي نبات الريحان، في تكاثر الخضري. التكاثر الخضري ده بيتم عن طريق ان انت بتقطع عقله من النبات نفسه، زي نبات البوتس ده بتاخد عقله، وزي العنب يعني، نبات العنب اللي بتزرع شجره العنب بتقطع منها عقله وتروح واخدها حاططها في الارض في حته تانيه تلاقيها طلعت بقى. فهنا في طرق التكاثر بتاعت النباتات، يا اما بالبذره، يا اما بتاخد البذره بتاعته بتزرعها، يا اما بتقطع منه عقله صغيره كده من تحت وتزرعها تطلع تكبر تاني وتخضر وتطلع زي نبات البوتس. يبقى عندنا النبات اللي بيتزرع بالبذره زي الريحان، واللي بالتكاثر الخضري او عن طريق ان التكاثر بالعقله زي البوتس. تعتبر نبات البوتس ده من اكثر النباتات المنزليه انتشار، يعني عن طريق العقله، ان انت تاخد جزء من الساق النبات بحيث يحتوي على برعومين او ثلاثه على الاقل. البرعم ده يا اولاد بيبقى عباره عن ايه، زي كده، زي ما يطلع لك انت كده في وشك حبايه كده، حبه كده صغيره او دمل صغير او حاجه كده يعني، فسفوسه كده صغيره، هو ده البرعم، بيبقى موجود في الساق، بتبقى فيه حاجه بارزه كده. تمام؟ ويفضل ان انت تاخد العقله دي من وسط الفرع وتزرع العقله في بيئه ايه؟ في بيئه مناسبه، يعني تربه كويسه وتوفر لها ايه؟ وتوفر لها ميه وسماد.
طبعا، وتترك البرعم ده في الهواء والبرعم الاخر تحت سطح التربه. يعني هو اصلا بيبقى فيها برعم او اتنين، بتنكت واحد في التربه بتحطه تحت، وتسيب البرعم التاني عشان يبتدي ايه يفرخ كده ويطلع يعمل ايه، يعمل خضره. تمام. فالجذر تحت الارض بينمو لتحت، تمام، واللي فوق والبرعم اللي فوق بيطلع وبيكبر. كمان بنحط النبات، نبات البطرس ده بنحطه في مكان غير مباشر للضوء، مصدر غير مباشر للضوء، يعني بنحطه في ضوء لكن يكون يعني خافت شويه، يعني ما يكونش في الشمس. تمام. طيب، على عندنا هنا تجربة صغيرة، عندنا 3 أنواع من النباتات: جلد النمر والريحان والياسمين. أي نوع من النبات هو؟ نبات، يا ترى نبات عشبي ولا نبات زينة؟ بتزرعه فين؟ طرق التكاثر بتاعته إيه؟ يا ترى بالبذرة ولا بالعقلة؟ كم مرة يجي بريه؟ تسقيه كم مرة؟ كم مرة يجي بوضع السماد له؟ تعال ناخد بالتفصيل كده، أنت المفروض تبحث عن الكلام ده بنفسك، لكن أنا جبته لك عشان نشرحه مع بعض سريعا. اهو تعال نبدأ كده مع بعضينا. اهو ده اول نبات، جلد النمر. ده نبات جلد النمر اللي انت شايفه قدامك ده، بيزرعه في قصرية اهو. جلد النمر شكله عشان شبه جلد النمر شوية. جلد نبات جلد النمر دوت، ده بيبقى موجود في افريقيا. تمام. ده بيحب الضوء الساطع، لازم يبقى حاطط في شمس كويس، و يعني بيتسمد في فتره من فترات، في دايما في فتره الشتاء، يعني بيحط له سماد في فتره الايه الشتاء. تمام. وده من يعتبر من نباتات الزينه، يعني نوع من نباتات الايه الزينه. طيب، وده بيتعمل ايه من العقله، بيتعمل من ايه من العقله كويس. يبقى احنا عرفنا النوع ده نبات زينه، والاضاءه بتاعته لازم يتحط في ضوء ساطع، بيتسمد بره في الشتاء، بالتكاثر بتاعه عقلة. تمام. الري بقى هو بيحب الايه، يعني زي ما تقول كده ما بيحبش المياه كتير، بيروى باعتدال مع وضع المكان، النبات في مكان دافئ. تمام. لو اتعرض للبرد الشديد ممكن يعفن، لانه اصلا بيكون مزروع اساسا فين؟ في افريقيا، فافريقيا طبعا حر شديد جدا. تمام. ده بالنسبة لنبات جلد النمر. عندنا نوع من النبات التاني اللي هو نبات الريحان اللي احنا اتكلمنا عنه، ده كلنا عارفينه، نبات الريحان كويس. نبات الريحان دوت يعتبر ايه؟ ده يعتبر نبات ايه؟ نبات عطري، نبات زينة عطري. تمام. بنزرعه في البيت طبعا للزينة كويس، ونظام التكاثر بتاعه ده بالبذرة، نظام التكاثر ايه؟ بيبقى ايه؟ بالبذرة كويس. وبنسمده 3 مرات في السنه، نسمده كم مره؟ 3 مرات في السنه. والري بيكون مرتين في اليوم في الصيف، ومره كل يومين في الشتاء. يعني نبات الريحان ده لو زرعته بتسمده 3 مرات في السنه، وترويه مرتين في اليوم في الصيف، وفي الشتاء ترويه كل يومين مره. تمام. على حسب الرطوبه بتاعت التربه اللي موجود. ده بالنسبه لنبات الريحان. نبات الياسمين، ده نبات الياسمين. طبعا نبات الياسمين ناس كتير جدا بتهتم بيه عشان بيبقى فيه طالع منه ريحه حلوه. يعني النبات الياسمين ده بيحب درجه الحراره البارده كويس، فده يعتبر بنزرعه برضو بنظام العقله مش بنظام البذره، يعني التكاثر بتاعه بالعقله كويس، وبيطلع طبعا بينتج ريحه جميله كده وحلوه. ونبات الياسمين بيقول لك هنا متطلبات زراعته ان انت تختار مكان دافئ في الظل، بيتزرع في الظل مش في الشمس. بنحط ده بيتعمل بالعقله، فلازم نحط له دعامه يعني نسنده. تمام. التربه لازم تكون خصبه وجيده التصريف للماء، يعني ما تحتفظش بالماء كتير كويس. فلازم ده بالنسبه لنبات الياسمين، نبات التكاثر بالعقله ومش بيحتاج، ده نبات ظل كويس، وده من نباتات الزينة العطرية. وزي ما قلنا كده ان هو بالنسبة طبعا وضع نبت في مكان رطب وتصل أشعة الشمس، ده بالنسبة لإيه؟ ان هو بيتسمد مرتين في السنة زي ما قلنا. ري التربة مباشرة وعدم رش الأوراق بالماء،
كويس. فدي يعني ازاي تعتني بنبات الياسمين اهو، يعني كيفية زراعة الياسمين باستخدام العقل. بتقصه طبعا في فصل الربيع، بتغطس العقلة في محلول مائي يحتوي على هرمون تجذير. طبعا مش مهم بالظبط الكلام ده، ممكن تحطه في تربة على طول مفيش مشكلة، بس تحط له السماد اللي يقدر يغذيه. بكده طبعا احنا نكون وصلنا للجزء الاخير من الدرس بتاعنا النهاردة، ازاي نعتني بنباتات الزينة. هنا بيقول لك ايه، استنادا لما تعلمته عن التكاثر بالبذرة والعقلة، اي منهما تفضل؟ يعني انت بتفضل التكاثر بالبذرة ولا بالعقلة؟ طبعا هو بالبذرة بيبقى اسهل شوية، وطبعا كل واحد على حسب المتاح بالنسبة له. هل يمكن اعتماد طريقة التكاثر بعقلة لزراعة كل النباتات، كل أنواع النباتات؟ طبعا لا، ما ينفعش، لأن كل نبات بيبقى ليه نظام مختلف. ده هنا بترجع تقيم نفسك في أول الدرس، هنا في المدرسة بتاعك قيم نفسك هنا أهو، تقدر تجاوب على الأسئلة دي، شوف أنت بتجاوب على إزاي. هنا أنت لو عملت جيد جدا على كله يبقى أنت كده فهمت الدرس كله تمام، لو عملت جيد كويس برضو، لكن لو ما عملتش قلت بحاجة لمجهود كبير ارجع ذاكر الدرس تاني. بتمنى لك كل التوفيق واشوفك في الدرس القادم ان شاء الله. باي باي.